أولا بسم الله الرحمن الرحيم، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للقلم الحر، للصحافة الحرة التي تواكب هموم المواطن عامة وهموم المحامي خاصة، التي تواكب احتجاجات المحامين عبر ربوع هذا الوطن. اليوم كما شفتوا كنا مع وقفة لجمعية المحامين الشباب بمكناس، نداء استجابة لنداء الفيدرالية الداعي إلى الاستمرار في الخط النضالي. اليوم وقفة كانت ضد المخطط الرباعي، سطروا عليه مخطط رباعي من أجل الإجهاز على المهنة. مخطط رباعي أحد أضلعه وهو ضرائب مجحفة، ضرائب لا تراعي خصوصية المهنة، ضرائب نزلت بشكل أفقي. أحد أضلعه كذلك وهو مسودة قانون المهنة التي لم تراعي خصوصية المهنة، لم تراعي رسالة الدفاع، لم يتم فيها اعتماد المقاربة التشاركية، تم فيها الإجهاز على أعرافنا وتقاليدنا، تم فيها التمييز ما بين المحامين قيادمة وشباب، متمرنين ورسميين، أعضاء مجالس ونقباء وأعضاء جمعية عمومية، لا وألف لا. أحد أضلعه كذلك وهو امتحان الأهلية الذي إلى العهد القريب كان الوزير يتزايد علينا في خرجته على أنه سيقوم بتنظيم مباراة وليس امتحان، تنظيم مباراة تراعي مهنة المحاماة وظروف الاشتغال المزرية. ما كاينش عندنا توسيع مجال الاشتغال، ما كاينش عندنا معاهد تكوين، الدولة مخططها وهو تصريف البطالة داخل مهنة المحاماة، لن نقبل بذلك، سنتصدى لذلك. أحد أضلع كذلك هذا المخطط الرباعي للإجهاز على المهنة وهو الإجهاز على التعاضدية، التعاضدية اللي مكسبنا جميع، اللي ضحينا عليه جميع، في حين أنه كانت الدولة أدارت لنا الظهر. تعاضدية تطبيب تقاعد، هما ملفات حارقة كنا ننادي بها ونضحي من أجلها، كانت الدولة تقابلنا بالأذان الصماء. اليوم جينا وضحينا وخرجنا التعاضدية لحيز الوجود، اليوم بغاو يجيو يجهزوا عليها حيت شافوا هاد التجربة ناجحة. اليوم تنقولوا للدولة نحن لن نكلفك درهما رمزيا في التطبيب في التقاعد، خلينا تعاضديتنا، خلي لنا مكتسبنا. اليوم تيتصداو للمهنة، اليوم تيجهزوا على المهنة بخرجات إعلامية، اليوم تيوظفوا الصحابة من أجل ضرب المهنة، في حين أنه الملفات الحارقة. اليوم إلا بغينا نقدموا الدعم للشعب المغربي، اليوم نجيو نناقشوا غير القوانين الاجتماعية، اليوم نجيو غير نعدلوا الظاهرة ديال 1984، اليوم نجيو غير ننفذوا ملفات ديال حوادث السير، اليوم نجيو نلقاو غير مشكل ديال التنفيذ والتبليغ في مشروع المسطرة المدنية، ما نجيوش نضربوا المهنة، ما نجيوش نجهزوا عليها. راه إلا مشات المهنة مشى كلشي، خذوها مني باليقين، لا وجود لأي قضاء، لا وجود لأحد أضلعه وهو مهنة المحاماة. رسالة الدفاع، سفيرة الحق لدى المحاكم، اليوم بغاو يجهزوا عليها، مخطط من أجل الإجهاز على المهنة. ما كاين لا جمع مبالغ، لا الاستنزاف ديال المبالغ من أجل أنهم إعمار صناديق الدولة، اليوم باغيين يجهزوا على مهنة المحاماة. سنتصدى لهم بكل ما أوتينا من قوة، سنتصدى لهم ونحن لهم بالمرصد إن عادوا عدنا وللنضال أوفياء، وما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من الصمود والنضال. حياكم الله ونلقاكم في وقفات أخرى وفي أشكال نضالية أخرى. تحية طيبة.